أول جزء من حلقتنا النهاردة هنبتدي بتقرير بنسأل فيه الناس عن التسنين. التسنين موضوع بيهم كل الأسر اللي عندهم أطفال لسه مولودين أو في الشهور الأولى. التسنين عند الأطفال، سألنا الناس أسئلة محددة في الشارع وعلى صفحتنا كمان على الفيسبوك. سألناهم 4 أسئلة: إمتى بداية التسنين؟ المفروض معدل ظهور الأسنان يكون كل قد إيه؟ وإيه هي أعراض التسنين؟ وأخيراً، هل تأخر التسنين بيكون دليل على نقص الكالسيوم وفيتامين د؟ تعالوا بينا نسمع آراء الناس وأجوبتهم على هذه الأسئلة. يحكى أن ما زال متواصل. يلا نتفرج على التقرير مع بعض. التسنين عند الأطفال بيختلف في بناء عن تجربتي مع الولاد. ابني سنن على 4 شهور، وفي معظم الطبيعي من 5 ل6 شهور. يعني هو الأول بيبدأ إما السنتين اللي تحت أو اللي فوق، بعد كده اللي في الجنبين بعد شهر، يعني على السنة بيبقى اكتملت اللي هي الأسنان الأمامية، وبعد كده ضرس أو من فوق أو من تحت على حسب كل طفل. ممكن طفل بيبدأ من 6 شهور، وفي طفل بيبدأ من 7 أو 8 على حسب كل لو الطفل مشي قبل ما يسنن ده بيتأخر شوية في التسنين، شوية في التسنين. يعني في طفل من 6 شهور، في طفل من سنة، أعراض بيبقى سخونية، في أطفال ما بتتعبش، بس بتبقى مثلا إسهال، مش عارفة إيه، تعب. الأم بتبقى قلقانة عنه، بتبقى قلقانة عليه لما يجي يسن، بتخاف عليه، بتبقى قلقانة عليه، وكل شوية بقى تروح تجس عليه وتشوفه تعبان كده. ممكن مش كل الأطفال، معلش، في اللي بيبتدي بيسهل، وفي اللي بيسخن، في اللي عينيه بتحمر، وفي اللي ما شاء الله ما شاء الله بيطلع كده مرة واحدة. فهو الطفل وصحته. هو تأخر التسنين له شكين، شوكي وراسي، والشوكي التاني اللي هو الفيتامينات، برضو تأخير فيتامين في الجسم، الفيتامين د أو كالسيوم في الجسم بيبقى قليل، فبيأثر طبعا في التسنين بتاع الطفل. اللي هو نقص الكالسيوم عشان لازم يتغذوا، يعني يشربوا لبن كتير، ياكلوا يعني فيتامينات، ياخدوا فيتامينات كتيرة. أيوة ممكن تكون نقص في فيتامين، بيبقى نقص برضك عند الطفل وكده. بتنقص الكالسيوم، وبرضك الرقة على كالسيوم الأم. هي العيل لما بيكون واخد كالسيوم من الأم بيسنن، أنت الأم مش بتحس بيه، بيطلع السنان بسرعة.